حذر تركيا الحسوسة من ترند منتشر على التيك توك وعلى منصات الاجتماعي ابتدت تزداد عن الحديث عنه، وهو ترند البلايرز، وهو يشهر أحد اليوزرز من على هذا الابليكيشن التيك توك يشوه في أحد الأشخاص وينم عنه ويختابه. انتشر هذا الترند على التيك توك ويحذر تركي الحسوسة منه لأنه ترند يستفز الجمهور. فهل سيستمع الجميع إلى نداءات تركي الحسوسة بهذا الخصوص؟ سوف نعرف هذا في الأيام القادمة بإذن الله.